مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في خبر اليوم والذي نخصصه للندوه السياسيه المثيره التي نظمتها قناه شوف تيفي الالكترونيه واسبوعيه المشعل يوم امس الخميس بمدينه الدار البيضاء، وذلك تحت عنوان ماذا تحقق والى اين نسير، وذلك بمشاركه كل من مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومه والقيادي في حزب العدل والتنميه، ونبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكيه ووزير الاسكان وسياسه المدينه والامين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس الشقر. ومعنا المشرف الأول على هذه الندوة إدريس شحتان لقراءة سياسية في هذه الندوة. مرحبا بك أستاذ إدريس. مرحبا سيد مصطفى. بداية سيد إدريس، كيف كانت الندوة وخصوصا الظرفية الصعبة السياسية التي جاءت فيها هذه الندوة؟ أولا مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين الكرام. الندوة كانت سياسية بامتياز، شارك فيها مجموعة من الفاعلين السياسيين والمؤثرين أيضا في المشهد السياسي ببلادنا. تعمدنا أن نشرك في هذه الندوة قوتين سياسيتين من المعارضة وقوتين سياسيتين من الأغلبية، وهذا كان محض إرادة ديالنا، لأن في أفق استضافة فاعلين سياسيين آخرين لما تتوضح الصورة السياسية في بلادنا الآن. تتعرفوا الظرفية السياسية التي تمر بها المملكة، وحنا سنة 2016 هي سنة انتخابات بامتياز، فيها غادي تكون انتخابات تشريعية وتقدر تعطينا خريطة سياسية أخرى، أو لا أننا نستمروا في على نفس المشهد السياسي اللي كان مباشرة بعد الربيع المغربي. الطاقم ديال شوف تيفي والمشعل الأسبوعية ربما التقط ما يطبخ الآن على مهل في الساحة السياسية، وخدينا واحد نوع من الإشارة على أن هناك في الأفق القريب ممكن يكون واحد تكتل حزبي اللي يقدر يعطي واحد الكتلة تاريخية في تحالفات المقبلة قبل الاستحقاقات القادمة. هنا جاتنا الفكرة أولا كإعلاميين، وثانيا كمتتبعين بشكل مباشر للتفاعلات والأحداث السياسية بالمغرب. قلنا مادام على أن هناك نقاش سياسي وهناك إفرازات لتحالفات مستقبلية، ومادام أن النقاش المطروح الآن هو اللي توضح بجلاء وخرجنا من نوع ديك الضبابيه اللي تتشهدها الان الساحه السياسيه، هناك كان تصريح مؤخرا ديال سي نبيل عبد الله عن حزب البي بي اس، واللي وجه اشاره الى احزاب الكتله الديمقراطيه وقال لما لا يتم توسيع الكتله وانضمام حزب العدل والتنميه الى الكتله الديمقراطيه في اطار تحالف تاريخي او كتله تاريخيه. بقى النقاش عائم، بقت اسئله هنا وهناك، ما كانش اجوبه صريحه. حنا فكرنا على اننا نجيبوا الفاعلين السياسيين المهتمين مباشره بعد الطرح السياسي. قمنا باتصالات مع الفاعلين الاربعه وطرحنا سؤال العميق، ماذا تحقق وحنا على بعد اشهر على استحقاقات القادمه، وشنو هو المستقبل اللي يقدر يفضي الى 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 الانعكاسات اللي شهدتها الاربع سنوات اللي مضت على الاشراف الحكومي على اشراف البي جي دي على 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 الحكومه اللي جات من بعد الدستور ديال 2011 ومن بعد الحراك اللي عرفوا الشارع المغربي. بطبيعة الحال الندوة ربما أنا في اعتقادي كانت ناجحة، وبشهادة المتتبعين والزملاء في وسائل الإعلام سواء السمعية البصرية أو المكتوبة أو المقرية أو الإلكترونية، كانت الفاعلين السياسيين تفاعلوا بشكل ايجابي وبشكل حماسي مع 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 الحضور اللي كان بشكل كثيف، وتم نقدروا نقولوا على ان الندوه ديال امس اللي انضمت اسبوعيه المشعل وقناه شفتي بالإلكترونية ربما كانت محطه تاريخيه، لان مباشره تم نقاش مستفيض على الكتله التاريخيه، وتنظر في القريب العاجل سوف يتم الإعلان عن إنشاء الكتلة التاريخية لربما هو التحالف القوي اللي غادي يمشي بعيد في
الاستحقاقات القديمه. سي ادريس غادي نعاودوا نرجعوا لهذا الموضوع ديال الكتله التاريخيه، غادي نرجعوا للسؤال دابا ديال بخصوص العنوان ديال الندوه، ماذا تحقق والى اين نسير؟ المحور الاول ماذا تحقق؟ الخلاصه التي خرجتم بها في الندوه يعني بخصوص ماذا تحقق في 4 سنوات من الولايه الحكوميه التي تزعمها وقادها حزب العداله والتنميه مع مجموعه من الاحزاب السياسيه، مع يعني في ظل مجموعه من المراحل التي مرت بها هذه الحكومه، ماذا تحقق؟ نعم، الناس يتبعوا الندوة، كان هناك نقاش ساخن وحارق، وكانت هناك مجموعة ديال الإشكالات طرحت بشكل جريء وبكل قوة. الأحزاب اللي الحزب الحاكم اللي يمثلوا سي مصطفى الخلفي وزير الاتصال المناطق باسم الحكومة دافع على 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 القضايا ودافع على الحكومة ديالو ودافع على البرنامج اللي مشات فيه في الحكومة. الأحزاب ديال المعارضة كان هناك اختلاف وتباينت وجهه النظر. المهم على العموم قالوا اهم شيء كان في هذه 4 سنوات هو اننا ربحنا الاستقرار وربحنا على ان المغرب سائر في طريق الديمقراطيه. الاشياء المهمه التحديات الكبرى في التعليم، في القضاء، في الصحه، في الاعلام، في الاشياء الحساسه او الاشياء الملموسه ديال المجتمع المغربي لا زالت التحديات الكبرى مطروحه. هناك بعض الاصلاحات قالها السي بن عبد الله وقالها السي الخلفي على انها تم المباشره فيها، وهناك بعض الاوراش اللي هي مفتوحه وربما هما غاديين فيها ومقتنعين على انهم طرحوها الاصلاح بشكل اللي اتفقوا عليه على حسب البرنامج المرحلي ديالهم. المعارضه كانت عندها وجهه نظر اخرى تقول لك اودي بان راه مجموعه ديال الاكراهات ومجموعه ديال التحديات ما خلاتش على ان الحكومه انها تباشر الاصلاحات ديالها، وما كانوش راضيين على التجربه الحكوميه، وتيقولوا ان ممكن على ان الاوراش اللي مازال الان مطروحه وما تفتحاتش وما باشرش في الاصلاح، ربما في اطار تكتل تاريخي اللي غادي يكون مستقبلا، ولا فرض ان حكومه مقبله تمشكل فيها التكتلات التحالف الرباعي، ممكن على انهم يمشوا بجراه اكثر وبحماس اكثر واصلاح اكثر. كان تباين وجهه نظر، الحكومه تتعترف بالفشل ديالها بعض القطاعات والنجاح ديالها في قطاعات اخرى، والمعارضه تتعترف بان الحكومه انجزت بعض الاشياء اللي تعتبرها موضوعيه وطبيعيه، ولكن فقات وفشلات في مشاريع كبرى ما حققتش فيها المنجزات اللي كانت تتوقع الشارع وتتوقع الاحزاب السياسيه خصوصا المعارضه منها. بالنسبه للشق الثاني سي ادريس بخصوص موضوع الندوه الى اين نسير، نصبت كل تدخلات المشاركين في امكانيه يعني يكون واحد تكتل سياسي في المستقبل القريب، كيف تقرؤون يعني في هذا التكتل السياسي المثير إذا كان يمكن أن نرى هذا التكتل في القريب؟ نعم سي مصطفى، أنت تبارك الله صحفي وتتفاعل بشكل إيجابي مع الأحداث التي تطبخ في المشهد السياسي المغربي بصفه خاصه، خصوصا انك انت متتبع للشان السياسي ببلادنا. الساحه السياسيه في المغرب تنعرفوا على انها ما واضحاش، انها في شموليتها تطغى عليها واحد النوع من الضبابيه. حنا دائما فيما تنخرجوا من محطه انتخابيه الا تيكون عندنا ضبابيه في المشهد السياسي. الحزب الاول نورمالمون في الدستور الجديد هو اللي خصو يكون الحاكم. ما كان عرفا فهد محمد سليس اصبح دستوريا ما بعد 2011، هو ان الحزب الاول هو الذي يصبح هو منه تيكون قيادي تيكون تيتشكل الحكومه هو تيكون الحزب الحاكم. ولكن التحالفات دائما اللي تتفرزها انتخابات، واخا ان الحزب يحتل الصف الاول تيحتل واحد هامش ديال الفرق اللي هو ضعيف جدا، ما تيعطيناش في المغرب. حنا طبيعه النظام الانتخابي في المغرب ما تعطيناش حزب ممكن يفوز مثلا بفارق باكتساح الاصوات، ديما تعطينا اصوات متقاربه. وهنا الحزب اللي تيشرف على اعداد الحكومه تيكون فروض عليه على انه يتحالف مع الاحزاب تحت الصف الثاني او الصف الثالث او الصف الرابع، بغض النظر على 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 التقاطعات الايديولوجيه، بغض النظر على الاختلافات السياسيه، بغض النظر على البرامج المطروحه، بغض النظر على مجموعه ديال الاشياء اللي ممكن تقاطع وتقاسم مع احزاب معينه. هاد كما قلت في البدايه، هاد الاشاره اللي تقطناها حنا وعليها اسسنا او نظمنا الندوه ديالنا،
هو انه الان بدات تبرز على الساحه على انه استافدوا من التجربه ديال ما بعد انتخابات ديال 25 نوفمبر وما بعد انتخابات السابقه، واللي كتعطينا دائما ديك تحالفات هجينه وتعطينا حكومات هشه وما تعطيناش واحد الاستمراريه. وتنعرفوا حنا انتخابات حكومه البي جي دي دازت مراحل صعبه جدا حتى انها وصلت الى التحالف مع اطياف سياسيه تختلف معها ايديولوجيا وسياسيا، يعني لا يوجد اي تقارب، هما خطان متوازيين. ومع ذلك من اجل انجاح التجربه تم التحالف المرحلي مع احزاب ما تتبادلش هي حتى شي توجه لا سياسي ولا ايديولوجي. الان القراءه السياسيه في المشهد السياسي المغربي خص يكونوا تحالفات قبل اجراء الانتخابات. احزاب الديمقراطيه زائد حزب عداله والتنميه الان سائلون في اتجاه تشكيل واحد التحالف ما يسمى الان بالكتله التاريخيه. كاين هناك تحالفات اخرى تطبخ على مال، تنسمعوا بان هناك حزب معين سوف يتعرف مع حزب معين او حزبين سوف يندمجان في حزب، هناك احزاب اخرى سوف يعني خاص في المغرب مصالح ديال السياسه العامه في بلادنا ومصالح ديال الاحزاب خاص يكون تحالفات وتقاطبات سياسيه قويه. الشرط الاساسي هو على زعماء هذه الاحزاب يلتزموا 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 بالتحالفات اللي كانت قبل الانتخابات وينصهرون في ترتيبها الى ما بعد الانتخابات باش ما تشوفوش ما وقع ما بعد انتخابات 14 تشرين، وتتعرف كيفاش، لان كانت هناك احزاب ديال المعارضه متجانسه قبل الانتخابات واحزاب الاغلبيه متجانسه قبل الانتخابات، مباشره بعد الانتخابات ولينا تنشوفوا واحد التحالفات اللي لا علاقه لها بالتحالف الاغلبي ولا بالتحالف الحكومي. الى 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 التزمت الى التزموا زعماء الاحزاب وانضبطوا القرارات اللي تتكون قبل الانتخابات وعطتنا الانتخابات خيطه سياسيه اخرى، فخصها تنبني على تحالفات وعلى برامج مشتركه وعلى برامج مشتركه معده قبلا. نعم، ولا يكون هناك برنامج مرحلي يطبخ ما بعد الانتخابات ويبقوا دائما يعيشوا في الارتجاليه ودائما يعطينا حكومه غير متجانسه ودائما يعطينا حكومه هشه ويوقعوا لنا عدد كبير من التعديلات الحكوميه والاوراش الكبرى كلها لن تفتح لان كل حزب عنده برنامج ديالو. وهنا غادي نعيشوا دائما في نفس الازمه السياسيه وغادي يبقى المغرب غنعيشوا دائما ما يسمى بالانتقال الديمقراطي. وتتعرف ان الانتقال الديمقراطي منذ حكومه السي عبد الرحمن اليوسفي وحنا تنسمعوا به هو براسه في 2002 اعترف بالفشل ديال الانتقال الديمقراطي. جات حكومه سيد رجب الطولي كانت غير متجانسه وتتعرف كيفاش نوقع، جات حكومه عباس الفاسي اللي ما كملاش المرحله ديالها، جات حكومه ديال السي عبد الاله بن كيلان وتنعرفوا شنو وقع ومازال تنعيشوا هذا الانتقال الديمقراطي وما عرفناش شنو هو الانتقال الديمقراطي فين غيدينا. يجب الحس مع الطائره، يجب ان تكون تحالفات قبليه وليس بعديه، وكل حزب يتحمل مسؤوليه ديال التحالف ديالو التاريخي او التعاقدي قبل الانتخابات وليس بعد الانتخابات. قبل ما نختم السي ادريس غادي نعاودوا نرجعوا للندوه، كيف جاكم يعني التفاعل ديال الجميع مع الندوه؟ اولا شيء طبيعي انه يكون تفاعل، لان طبيعه الضيوف يعني من الصعب جدا انك في ندوه معينه ان تجمع واحد الرباعي ديال زعماء ديال الاحزاب السياسيه اللي عندهم واحد الوزن واحد الثقل في المشهد السياسي المغربي، فماشي من السهل انك تجمع دريس الشقار بنبيل عبد الله بسي شباط بسي الخلفي في ندوه عموميه مفتوحه للعموم، يعني وكان الفضاء مفتوح امام الراي العام وامام كل تنسيقيات ديال المجتمع المدني وكل الاحزاب السياسيه وامام وسائل الاعلام، وطرحت اسئله حارقه وطرحت اسئله اللي هي حاسبه وكنا سننتظروا اجوبه من طرف الفاعل السياسي. هادشي كله الا ما يمكن الا يكون ناجح، والحمد لله الندوه كانت ناجحه بكل المقاييس وكان تفاعل جميل جدا. وهذه مناسبه انا تنجدد الشكر ديالي للفاعلين السياسيين اللي التزموا وحضروا وكانت عندهم الجرأه وكانت عندهم الشجاعه لانهم يواجهوا الراي العام بالاسئله المطروحه، وتشكر الحضور اللي كان حتى هو في مستوى عالي جدا وفي مستوى المسؤوليه واللي ساهم معنا حتى هو بالفكر ديالو بالثقافه ديالو وبالجرأه ديالو على انه يمشي بالندوه الى المسار ديالها الصحيح. وهذا كان امس كان درس في الديمقراطيه المغربيه. احنا شعب نتحاور، نحن شعب نتدبر اختلافاتنا بشكل عقلاني عندما يكون الحوار معقلا. الامس ندوه كانت من تنظيم الشباب ديال شوف تيفي والشباب ديال المشعل، ما كان فيها امن، ما كان فيها يعني كنا بوحدنا حنا المنظمين، حنا الساهرين على الامن، حنا الساهرين على الراحه ديال 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 ديال, ديال, ديال الحضور، حنا الساهرين على تامين الندوه تمشي الى الطريق الصحيح مع الفاعل السياسي اللي حضر. كانت ندوه متميزه، كانت ندوه ناجحه، كان هناك تفاعل في الحوار، كانت هناك بعض الاشياء اللي كانت تصدر من داخل
داخل القاعة وموجهة مباشرة للفاعل السياسي. كما قلت كانت درس ديمقراطية وامتحان ديمقراطي، واللي ربح في هادشي كامل ماشي المشعل، ماشي شوف تيفي، ماشي الفاعل السياسي، اللي ربح هو الوطن. وعطينا صورة أخرى، عطينا صورة أخرى على المغرب، على أننا شعب ندبر اختلافاتنا، ندبر حواراتنا بشكل عقلاني بشكل متميز، والهدف كله هو الديمقراطية المغربية اللي خصها تنجح، وخص مثل هذه الندوات يكونوا مرارا وتكرارا، وخص كل منابر إعلامية تنفتح على مثل هذه الندوات، لأن الجمهور المغربي والفاعل السياسي متعطش للتواصل فيما بعضياتهم. شكرا استاذ دريس على تنوية دعوتك. الى هنا كينتهي خبر اليوم اللي خصصناه للندوه التي انضمتها كل من قناه شوف تيفي الالكترونيه واسبوعيه المشعل بالدار البيضاء يوم امس الخميس. الى اللقاء.